مركز بل الأسمر بمنطقة عسير أحد أهم المراكز التي يقصدها الباحثون عن المناظر الجميلة، حيث تمتاز بكثافة أشجارها وتنوعها. وللحديث أكثر ينضم إلينا من هناك مراسل الإخبارية طارق المزهود. طارق، أهلا وسهلا فيك. يعني بماذا تشتهر بل الأسمر؟ اهلا حسن، واهلا بجميع متابعي الاخباريه. بل الأسمر الواقع شمال ابها 100 كيلو متر على جبال سلسله جبال السروات، تشتهر بالبر الاسمري والذي يقام له مهرجان بشكل سنوي، وكذلك البن، وكذلك بقيه المحاصيل الزراعيه التي تشتهر في المنطقه الجنوبيه. بل الأسمر حسن تشتهر كذلك بوجود مسجد الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي جاء إلى هنا حسب المعلومات الواردة لنا أنه جاء في السنة 9 للهجرة، وصلى هنا في بل الأسمر في أحد قرى بل الأسمر، وبدأ في تحديد مسجد هنا. المسجد الآن موجود في بل الأسمر، وبل الأسمر هذا المسجد هو أحد 33 مسجد تاريخي موجود في بل الأسمر، وأحد 470 مسجد تاريخي موجود في منطقة عسير. بل الأسمر تشتهر كذلك بوجود المنتزهات المطلة على تهامة. الجو هنا في بل الأسمر جو جميل جدا، جو يعني رائع. الغيوم بشكل مستمر هنا، درجة الحرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية في فترة النهار، المساء لا تتجاوز ربما 17 درجة مئوية. هذا بشأن ما تحتويه بل الأسمر من مناظر جمالية. أما بشأن الفيروس كورونا وهو الشيء المهم، فالإجراءات الاحترازية التي قام بها مركز بل الأسمر إجراءات كبرى، من أهمها أن بلدية بل الأسمر قامت بنحو 1200 جولة على محلات المواد الغذائية والخضار، وقامت برصد 46 مخالفة، وقامت ب 400 جولة تم فيها رش وتعقيم الدوائر الحكومية وكذلك المحال التجارية. المساجد هنا تم تعقيمها بالكامل وإجراء الاحترازات. الحركة هنا كما تشاهد، هذا الطريق الرابط بين أبها وبين بين الطائف، طريق الجنوب، حركة عالية على هذا الطريق. أنا متواجد منذ الساعة 2 ظهرا هنا، حسب اطلاعي ورؤيتي للذين يعبرون الطريق، هناك البعض يلتزم بلبس الكمامة والبعض الآخر للأسف لا يلتزم. وهنا نؤكد على أمر مهم جدا، أن الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الدولة يجب أن أطبقها ويطبقها المشاهد الكريم والكل يطبقها لكي نقي أنفسنا من فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك مراسل إخبارية من بل الأسمر طارق المزهود، أشكرك.